الوحيده اللي ما تستعمراتش هي سلا، ديما كانت كتحارب. الابواب كتشكل نقطه ضعف الاسوار، هنا هي الفتحه الوحيده اللي يقدر يدخل منها المهاجم. هذا البناء هذا علاش نسميه بناء باب مريصة؟ لأن هذا الباب هذا كان مرتبط بوادي بئر قراق، واحد القناة مائية ما كيتسمى لو شونال. الآليين الحالي موجودين في باب المريصة قرب الميناء النهري ديال مدينة ديسلا. علاش؟ لأن السكان ديال مدينة ديسلا ما كانش ممكن يكون عندهم ميناء بحري. جوج ديال الأسباب، السبب الأول هو سبب طبيعي شفناه من يكون في سيدي بن عشر، هو أن وجود الحاجز الطبيعي الحجري بحال اللي كنقولوا الجريكالكير ساندستون اللي كانت كتمنع طبيعة الحال بالوسائل التقليدية القديمة أننا نحفروا من يكون في برج دموع، بأن كان صعيب أن تحفر ديك المكان بالوسائل التقليدية القديمة باش نخلقوا ميناء تما. والسبب الثاني هو في الواقع سبب استراتيجي، وانا تقريبا اغلب الهجمات اللي تعرضت لها المدينه ديال سلا في القديم كانت كتجي من الجهه ديال البحر، بمعنى الا مشينا تخلقنا ميناء تما غيكون واحد الهدف سهل للتدمير. برج الدموع كان عندنا مشكل ديال الدفاع عن مدخل ديال الواد، داكشي باش هاد البرج تبنى في هاد المكان هذا اللي كيشرف على المدخل. هاد البرج هذا البناء ديالو لانه كان غادي يستوعب مدافع، غيستوعب واحد الدفعه صعيبه وقاصحه، لابد لهم من يكون البناء ديالها في واحد الثقل، وغادي يكون كيستعمل الطين، ولكن الطين بواحد علاش؟ لان عنده واحد الرطوبه اللي ما عندش الحجر وعند الياسور، لان كيمكن يتاخذ واحد لي شوك كيمكن له يستقبلهم اكثر من 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 الحجر او الخشب او اشياء اخرى. والبنايه اللي كتشوفوا هنايا كلها مبنيه بالطين، الطين بالتابوت من الامور ديالها، وكانت كتطعم بطرف من الياجور اللي مطبوخ. هاد لي فوت اللي كنشوفوا هاد هنايا، هاد الاقواس وهاد القبات وهذا، هي اللي كانت كتسمح للبرج باش يستقبل دوك المدافع، لا في الثقل ديالهم ولا في الضرب ديالهم. داك لو غوكول اللي كنقولوا له هو اللي كان كيمكن له يبو اتر انكيسي باغ هاد الطين. هاد البرج هذا كان ارضي، هو هاد المحل اللي حنا موجودين فيه هو المحل المريني. ومن بعد ملي جاوا السعديين والعلويين، اكثر العلويين هما اللي بناوا السطح ديالو وداروا المدافع فوق السطح ديالو. علاش؟ لان التقنيات ديال الدفاع وديال البنايه ديال المدافع كتغير. هنايا كانوا لي بوشافو، كانوا دي مدافع صغيره ما عندهاش قوه الى اخره. ومن بعد ملي بداو لي كانون فيهم المدافع فيهم البرونز وفيهم دي ريكول كبار وفيهم دي بورتي كبار، ديك الساعه طلعوا للفوق. ومن بعد عاوتاني راه مشاو حتى البرج الجديد اللي كيسميه السقاله الجديده او السقاله القايد،
وكاين البرج الركني هو او البرج الكبير هو الطرفاني، هذاك تبنى حتى القرن 19. المغرب كان عنده ديما كانوا الطموحات ديال الدول الاوروبيه عامه كانت ديما كتجي للمغرب، منهم البرتقيز، منهم الاسبان، منهم الفرنسيين، منهم عدد ديال الدول اللي كانوا دائما استعمروا المدن الساحليه المغربيه. المدينه الوحيده اللي ما تستعمراتش هي سلا، ديما كانت كتحارب، ديما كانت كتحارب مع الاسبان، مع البرتغال، مع الانجليز، مع عدد ديال الدول. لهذه الاسباب بجوج السكان ديال سلا فضلوا انهم يكونوا عندهم ميناء مرتبط اكثر بالنهر اكثر من ميناء بحري، وهذا الباب مريسه هو بالضبط الباب ديال الميناء النهري ديال المدينه ديال سلا، بحيث انا بغيتكم تخيلوا معايا ان هذا الشيء كامل اللي كنشوفوا قدامنا، هذه البنيه التحتيه، ترامواي، القنطره، هذه الاحياء اللي خارج الاسوار، حتى حاجه في هذا الشيء ما كانش. وهذا الشيء بطبيعه الحال مدعم صور قديمه اللي كتبين ان الرمله والبحر والواد كان كيوصل حتى الاسوار ديال المدينه ديال سلا، هذا الشيء كله ما كانش. وهذا الميناء هذا علاش مسمي بناء باب مريصة؟ لان هذا الباب هذا كان مرتبط بوادي بيرقراق بواحد القناه مائيه ما كيتسمى لو شونال، ارتيفيسيال، اصطناعيه كنأكد عليها، يعني انها كانت من صنع الانسان. هذه القناه المائيه كانت كتسمح للبواخر يدخلوا من المحيط الاطلسي وادي بيرقراق القناه ويدخلوا حتى الباب المريصة. واكثر من هذا استاذي، ما كيحبسوش فقط باب مريصة، كيدخلوا كيخرجوا من الباب الثاني اللي هو باب دار الصناعه، اللي هو كان المكان ديال الصناعه ديال السفن. بمعنى ان هذا الميناء هذا بحال اللي قلت تقريبا كانت واحد القناه مائيه اللي كانت كتسمح بدخول السفن توصل حتى لهنا وتدخل وسط المدينه، في حاله الا كان وجود الاعداء من اجل ويتم الاغلاق للمدينه بطبيعه الحال كان ممكن يكونوا يدخلوا لداخل. هذا الحي دابا اللي كتشوفوا لداخل وسط الاسوار اللي ربما تخيلوا انه ما كانش ما يمكنش ان يكون البواخر علما ان كان عندنا البنايات وسط هذا الحي، هذا الحي هو الملاح الجديد اللي تبنى سنه 1818 في عهد مولاي سليمان، لاننا قبل من عهد مولاي سليمان هذه المنازل اللي كتشوفوا لداخل ما كانش، كان فقط القناه المائيه اللي كنأكد عليها، وبطبيعه الحال المكان ديال الرصو السفن بحال اللي كنقولوا ليكي فين كانوا كيهبطوا السلع. هذا الميناء هذا تبنى سنة 1261 ميلادية، بمعنى أن في العهد المريني يعني مور الهجمة ديال الإسبانيين اللي شرنا لها من قبل، تبنى في عهد السلطان أبو يوسف يعقوب، والبناء ديالو تم واحد المهندس معروف في التاريخ ديال المغرب اللي هو محمد بن عبد الله الحاج الإشبيلي، اللي كما كدل الاسم ديالو هو جاي من إشبيليا من إسبانيا، وكان استقر في المغرب وكان عبارة عن بناء، وماشي فقط بناء نقولوا مهندس معماري، وكذلك كان يعيطوا له المهندس، بمعنى تبارك الله كان متحكم في التقنيات. الدليل على هذا هو ان في ديك الوقيته يعني في القرن 13 استطاع يبني لنا هذا الباب هذا اللي كيتعتبر واحد من اعلى الابواب في المغرب، من اعلى الابواب من ناحيه ديال العلو، كيتجاوز العلو ديالو 30 متر. اكثر من هذا كاين الناس اللي كيقولوا بانه، وهذا راه حق ممكن تاكدها ان شاء الله الابحاث، ان مازال غارق جزء كبير منه باقي من تحت الارض، بمعنى ان هذا الباب كان كيتعد، وباش نقدروا نبنيوه في ديك الوقيته بطبيعه الحال بدون الات، بدون لي ماشين بحال اللي كنقولوا، بدون اسمنت، بدون حديد، باش تقدر تبني هذا الباب وباش يصمد هذه المده كامله، يعني انك تكون ضابط الامور، وهذا فعلا كانت حاجه معروفه على هذه السمعه ديال هذا المهندس هذا اللي كان معروف انه انسان كان متحكم في التقنيه ديال البناء القديمه.
ماشي غير كنجيو كنبنيو، كنبنيو وكنعتمدوا على تقنيه تقليديه. مثلا الجير اللي غنخدموا به ما عمرنا ما غنجيو نجبدوا الجير ونخدموا به ديك الساعه، كنديروا له مرحله ما كيتسمى التخمير، لا فيرمونطاسيون، بمعنى اننا كنجيبوا الجير كنديروا في واحد الباسان واحد الحوض، كيبقى في ديك الحوض لمده شهر ثلاثه الاسابيع او شهر، كيبقى كيتخمر. ويوميا كيجي عامل واحد البناي كيجي كيبقى يلبس البوتيو كيبقى كيخمر فيه، بحيث انا ملي كنخدموا به كنخدموا به بحال الشو هيدروليك اللي كنخدموا اللي كنسميوها دابا اللي كنشريوها واجده في القدم. كنا كنشريو ما كاينش لا شو هيدروليك بحال اللي كاين دابا حاليا، كنا كنشريو الجير عادي وكنديروه في دي باسان كيخمر كيعطينا باش ملي كنخدموا به كيولي كنخدم بحال كنخدم بالزبده، كيولي كتبرك وكيحقق لك لي طونشيتي كيصبر للرطوبه. حاجه اخرى كذلك بالنسبه للخدمه، كنخدموا بالرمله ماشي الرمله ديال البحر، لو سابل دو كارير، لان الرمله ديال البحر فيها النيترات ديال الصوديوم فيها الملحه، والمشكله ديالها انك ملي كتخدمها مع الماء مع الشتا ملي كيتبخر كيتقلص الحجم ديالها، بس كيف ما كتبقاش ديك الترابط بين الحجر بحال اللي كان من قبل. كنا كنخدموا بدي بريك، ماشي بريك اللي منشفين بالشمس، لا دي بريك كويت، يعني الياجور مطبوخ بحال اللي كنقولوا اللي كيتطبخ عندنا تبارك الله في الولجه. ديجا عندنا فرار تبارك الله اللي تم الكشف عليه في دار البارود، كتبين اننا كنا خدامين يعني من القرن 12 13 14 كنا كنبنيو بالياجور المطبوخ، وهذا الياجور المطبوخ بطبيعه الحال ملي كدير له لوندوي كتربطو بيناتو كيخدم مزيان. بالنسبه للحجاره كنا كنتعمدوا اننا نبنيو بالحجاره الغير مصقوله، يعني الحجاره دي موانو اللي ما كيكونوش مضبوطين، ولكن ملي كنجيو للقواص ملي كنجيو لي شيناج دونغل ملي كنجيو لي زارك لي زوفرتور كنديروهم بالحجر المصقول، لا لي بيير دو تاي بحال اللي كنسميوهم بالفرنسيه، وهذا كيوفر فوالا كيوفر اون سيرتان سوليديتي، كيوفر واحد القوه بحال كتقج الحيط بحال اللي كنقولوا حنا بمصطلح كتقج الحيط كتقج لا ستركتور، بحيث ان ما كيوليش كيعاني من مشاكل بنيويه. طبعا الحال هذه الابواب كتعرض لترميمات، يعني انا نكون كذاب الا قلت ان هذا الباب هذا هو الشكل اللي تبنى في العهد المريني، اكيد انه تعرف مجموعه ديال الترميمات بحيث انه يقدر يوقف في وجه المتغيرات الطبيعيه الشتاء الملحه العوامل ديال الريح وكذلك المتغيرات البشريه مثلا الهجمات او بعض التهديمات اللي كتكون كتم مع الاسف. باش نعرفوا القيمه ديالو كذلك هو في الواقع كان بحال معتبرين بحال الرمز ديال المدينه ديال سلا، كنظن ان لا في العماله لا في كل سميتو هو الرمز ديال المدينه مرتب كتراث وطني بظاهر ديال 1914، يعني هذا كيدل على ان القيمه ديالو وجزء من ايامات الفرنسيين، هو من اول المباني التاريخيه المرتبه في سلا هو باب المريصه. كذلك مهم بزاف لانه كيتعتبر جزء من ما كنسميوه لا زون طومبون ديال الترتيب ديال مدينه الرباط كتراث عالمي، مدينه الرباط ترتبه من سنه 2012 كتراث ديال اليونسكو، والمدينه ديال سلا المدينه ديال سلا كتعتبر جزء من زون طومبون، هذا اللي كيدل الاهميه. اكبر دليل على هذه الاهميه ديالو هو بحال اللي قلت الحجم ديالو الزخرفه، عندنا ايات مكتوبه بالكوفي من صوره الصف، عندنا زخارف معماريه زخارف هندسيه عندنا زخارف، واكبر بحال اللي قلت دليل لان هو الاهتمام الحمد لله اللي غيتعطى له بالترميم ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم كرموه هو كذلك في هدف انه ان شاء الله يدخل يولي داخل جزء من المدار السياحي ديال المدينه ديال سلا. لان
انا مع الاسف كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش حتى الدور ديال هذا الباب، كيسمع باب المريصة وما كيعرفش الدور ديالو، علما ان تاريخيا لعب ادوار مهمه خصوصا في فتره ديال الجهاد البحري، فتره ديال القرصنه، المدينه ديال سلا معروفه بالجهاد البحري والقرصنه، كان عنده دور مهم خصوصا انه كان كيسمح بحال اللي قلت كنأكد عليها للسفن انها تهاجم وتقدر تدخل وتكون محميه هنا في الميناء النهري، لان صعيب على البواخر الاجنبيه انها دير ما كيسمى بالهجمات المضاده لي كونتر اتاك، لان الواد ما كانش كيسمح لهم انهم يدخلوا. وهذا الدور هذا تقريبا بقى مستمر حتى القرن 18، حتى الوقيعه ديال الزلزال ديال لشبونه، الزلزال ديال لشبونه ديال نوفمبر 1755، اللي رغم ان المركز ديال هذا الزلزال كان في ليزازور ماديرا، مدينه ماديرا بالضبط، ولكن كان واحد من اهم الزلازل، ماشي اهم من اضخم الزلازل اللي عرفتها تاريخ البشريه ككل، والتاثيرات ديالو وصلت حتى المدينه ديال سلا. واحد من ديك التاثيرات كان مع الاسف هو التدمير ديال ديك القناه المائيه، وكذلك المجرى ديال الويده بيرقراق تغير، بحيث ان المجرى عندنا دي ديسان دي جرافيتي اونسيان اللي كيبين ان الواد كان قريب لسلا اكثر من اللي قريب للرباط، مورا الزلزال فقط باش نبينوا الاهميه ديال هذا الزلزال، هذا الزلزال اثر على المجرى ولا الواد قريب اكثر للرباط منه لسلا، وتم كذلك لونسابلومون يعني امتلأ هذا بالرمله بالتراب وما بقاش صالح للملاحه، ديك الشيء علاش هذا مبين واحد من بين الاسباب علاش وقفت النشاط البحري في المدينه ديال سلا تقريبا مع نهايه ديال القرن 18، وهذا توقف بشكل نقولوا صفه رسميه خصوصا من بناء مولاي سليمان الملاح الجديد كما قلت في البلاصه ديال الارسنال فين كان البناء ديال السفن. كاين شي حوايج كتحكم لنا في اختيار الشكل الهندسي، ملي غتبني مدرسه او جامع غيكون عندك التركيز الاكثر على الزخرفه على الاستقرار، على لان مؤسسه ذات طابع ديني اجتماعي تكويني، بمعنى ما غنحتاجوش فيها واحد الطابع دفاعي، ولكن بطبيعه الحال انت في ابواب انت في اسوار اكيد انك غتحاول ما امكن ان الدور الهاجس الدفاعي غيكون عندك حاضر بالدرجه الاولى، خصوصا ان الابواب كتشكل نقطه ضعف الاسوار، لان هي الفتحه الوحيده اللي يقدر يدخل منها المهاجم، وبيسكو هادو ميناء نهري ما كانش ممكن نديرو ديك لونتخي كودي كما شرط لها في ابواب اخرين، كيف ان ضروري كان التدعيم، داك الشيء علاش كنشوفوا ان الباب عالي فعلا ولكن الابراج اللي محيطين به راه اعلى منه، بحيث انهم كانوا كيسمحوا بحال اللي قلت بالدفاع. هاد الابواب هادو كلهم كانت مرتبطه دي شومان دروند وبهذا الابراج، منهم هذا البرج المدور البرج الدائري لو دونجون سيركولير اللي كيكونوا فيه المدافع واللي كيكونوا فيه الجنود، بحيث ان في حاله الا كانت شي هجمه كيكونوا الناس مستعدين. اكثر من هذا في وسط هذاك القوس بين القوس الاول والثاني كاين فتحات في وسط القوس اللي كيربطهم، بحيث كانت كتسمح في حاله ما اذا ربما يجي شي باخره اجنبيه تدخل نقدروا نتيريو عليها، نكونوا مستعدين ان جميع الاحتمالات، بمعنى اننا كنا كنحاول ما امكن ان نبنيو شي حاجه اولا صلبه صحيحه بحال اللي كيقولوا انها تجي ضد مجهزه بفتحات دي مورتريير مجهزه بفتحات ديال المدافع في بعض الحالات طبيعه الحال، وكذلك مبنيه على على, على, على على اساس صلب على اساس صحيح بحال اللي كيقولوا. اكبر دليل على هذا هو ان ربما كاين شي حوايج اللي تبنات ربما منازل ولا هذا اللي تبنات في عصر يمكن نقولوا احدث يعني اقرب في المدينه ديال سلا، ومع الاسف تريبات، بينما كاين مباني اللي عندها اكثر من 600 سنه 700 سنه اللي بقات صامده لان ادارت لها الاساسات مزيان، لان تخدمات الفكره ديالها مزيان، الحجاره بحال اللي قلت كنأكد عليها ماشي فقط الاختيار ديال المواد البناء، المواد والتقنيات ديال البناء كانوا كيكونوا مضبوطين ومدروسين، وهنا كانت التجربه ديال هذا السيد الاشبيلي السي محمد بن الحاج اللي قلت اللي كنأكد عليه اللي تبارك الله عطينا عليه مجموعه ديال المعلومات في الاستقصاء لا في مجموعه ديال الكتب التاريخ هذا كيأكد على الأهمية ديالو ولا تبارك التجربة ديالو عليك شي لا استدعوه باش يقم بالبناء ديال هذا الأرسنال بحال اللي قلت في مدينة سلا.